اوكي نروح نطلع اليوم الانفرس ل تراي جونومتريك فانكشنز. بدنا نطلع الانفرس ل تراي جونومتريك فانكشنز. اول كلمه في العنوان شو هي؟ انفرس. لما يجي على بالك انفرس بدك تطلع انفرس لفانكشن، شو اول شرط على هذا الفانكشن لازم يكون؟ لازم يكون ايش؟ 1 تو 1. بقدر اطلع انا انفرس فقط لفانكشن شو ماله؟ 1 تو 1. طيب ركز معي شفهي. هلا الشق الثاني من العنوان شو اسمه؟ تراي جينومتريك فانكشنز. انا بعطيني مثال على تراي جينومتريك فانكشن. ساين كوساين تان كوتان سيكنت كوسيكنت. شو بتعرفوا عن الساين؟ هل الساين 1 تو 1؟ هل الساين 1 تو 1؟ طلع. هل ساين اكس، هل ساين اكس 1 تو 1؟ جرب ارسم خط افقي موازي للاكس اكسس، بقطع باكثر من شو؟ معناته كيف العنوان بده يزبط معك؟ طلع العنوان بقول لك بدي تروح تطلع لي انفرس لترايجونومتريك فانكشن، وهي الفانكشنز مش 1 تو 1. شو لازم اول حاجه اعمل على فتره؟ لازم لكل واحد من هاي ترايجونومتريك فانكشنز نتفق مع بعض شو هي الفتره اللي بدنا نعتمدها في هذا الكورس، لانه في كتب ثانيه باخذوا فترات ثانيه، تمام؟ حتى اقدر اطلع الانفرس. وبالتالي بدي اروح مثلا طلع كيف؟ بدي اروح على الساين اخذ من هون لهون، من عند الباي على 2 لسالب باي على 2. شو رايكم في هاي الفتره؟ في هاي الفتره في مشاكل ولا فانكشن 1 تو 1؟ 1 تو 1. اذا بدنا نعتمد دومين الساين عشان اطلع له الانفرس هو من ناقص باي على 2 لباي على 2. بفرقش عمي، بس بصير اللي احنا في الكتاب اذا تفتح الكتاب نعتمد هاي الفتره، ممكن تعتمد اي فتره ثانيه، تمام؟ سو هلا انا لكل فانكشن بدي اعتمد فتره محدده حتى يكون الفانكشن 1 تو 1 حتى اقدر اطلع له ايش؟ الانفرس. واتفقنا من خلال الرسم كيف بطلع الانفرس. بروح برسم ايش؟ برسم واي تساوي اكس وبعكس الرسم، صح؟ يعني اللي بالاصفر فوق كيف بصير شكله؟ بصير هيك شكله، صح؟ اللي بالاصفر من تحت شو بصير؟ هذا شكله، لان اللي من تحت هي اسمها ساين انفرس. وخلصنا. يلا نتفق مع بعض. اول حاجه اكتب معي رقم واحد، اذا اعطيتني اف اوف اكس اسمه ساين اكس معرف على الفتره ناقص باي على 2 وباي على 2، then شو النتيجه؟ then اف انفرس للاكس راح يكون عندك ساين انفرس. بهي الصوره بكتبه ساين انفرس للاكس. في له كمان اسم، في له اسم اللي هو عباره عن الارك ساين اكس. على الكالكوليتر في شيء اسمه ساين وشيء اسمه ارك ساين. ارك ساين يعني ساين انفرس. هلا بس وين معرف؟ خلينا نشوف مع بعض. هلا هاي اللي بالاصفر وين معرف؟ طلع كيف؟ احنا عندنا هاي رسمه اكس، هي رسمة واي، واتفقنا مع بعض ناخذ مثلا من عند باي على 2 فقط والسالب باي على 2 والساين في هاي الفترة. خلينا نعملها بالتالي، ساين اكس في هاي الفترة اشي زي هيك، صح ولا لا؟ مضبوط؟ سو اللي بالاحمر شو اسمه؟ ساين اكس. هلا اذا بدك تطلع له الانفرس طلع، ما بصير اكمل، لاني اذا بكمل كمان شوي ببطل يصير 1 تو 1. اتفقنا على هي؟ اه فيري جود. ناو اذا بدك تطلع له هاي رسمه ايش؟ هاي اللي بالابيض واي بيساوي اكس. اذا بدك تطلع الانفرس بدك تعمل بنفس اللون الاصفر هلا هون شيء زي هيك، واضح؟ اللي بالاصفر شو اسمه هلا؟ ساين انفرس لاكس. بس بدي اشيل بالاصفر وارسمه في رسمه لحاله. بدي اشيل اللي بالاصفر هلا، هاي اكس وهاي واي، اللي بالاصفر راح يصير بهي الرسمه هيك شكله. مين بقول لي شو راح يطلع معك الدومين للساين انفرس للاكس؟
في الدومين لساين انفرس للاكس من سالب واحد لواحد. ممتاز. So this is سالب واحد و this is ايش؟ واحد. صح؟ طلع ايه؟ مش اتفقنا شو العلاقة بين F انفرس؟ الدومين تاع F هو نفس الرينج لمين؟ ال F انفرس. امبارح قدمنا امتحان صح؟ كم واحد بيجيبش علامة كاملة؟ أو ممتاز. نايف في علامات كاملة. طيب هلا الدومين تاع F يعني الرينج تاع F انفرس والرينج تاع F يعني الدومين تبع مين؟ F انفرس. وبالتالي مين بكل اللي هون عسوا شو هاي؟ باي 2 وهي ماينس باي 2. إذا بدي أكمل الجملة هلا اللي بالأصفر فوق معناته F انفرس شو راح يكون معرف؟ على السالب واحد وإيش؟ والواحد. طلع لكل اقتران بعطيه رسمتين، وانت مع نهاية المحاضرة اليوم لازم كل هذول الرسمات اللي بنعملها مع اللوح you have to know it is by heart. yes هاي مهم جدا. هلا في ملاحظة مرتبة على اللوح، تعرفوا دائرة الوحدة؟ very good. that كم ربع فيها؟ اربع ارباع. شو رايكم ساين انفرس؟ جواب الرينج تاع ساين انفرس شو بخير؟ خذ مثلا طلع خذ مثلا احذف شو ساين انفرس للنص. طلع هي حط محل اكس شو؟ نص. هي نص. عوض النص في ساين انفرس. ساين انفرس للنص يعني شو الزاويه اللي جابها نص؟ 30. 30 يعني بايع كدير؟ بايع 6 صح؟ شو الزاوية اللي جابها ساين انفرس لسالب نص؟ شو الزاوية اللي جابها سالب نص؟ هي سالب نص تطلع عندك ايش؟ ماينس باي على 6 سالب 30. لأن سالب 30 فنو ربع ساكنة؟ سالب 30 فنو ربع؟ فالربع الرابع، الربع الرابع اللي جاب شو ماله؟ سالب. إذا زي ما طلب شايفين إذا بتاخذ رقم اكس من 0 ل 1 بغطي لك زوايا من صفر لوين؟ من صفر لباي على 2 انو ربع هاي؟ واذا بتاخذ اكس من صفر لسالب واحد وخذ لها الانفرس بغطي لك زوايا من وين لوين؟ من صفر لسالب باي على 2. من صفر لسالب باي على 2 انو ربع هاي؟ وبالتالي بدي اشطب هاي وهاي. هاي للكيس الاولى. كمان مرة عارف هاي منين تيجي؟ كل رسمة لازم تشطب ربعين. ليش؟ لاني انا طلع رسمة اللي بالاحمر هون اللي بالاحمر ساين اكس شو بديها تكون؟ 1 تو 1 شو؟ بديها 1 تو 1 فانكشن مزبوط؟ حتى تخلي الساين 1 تو 1 فانكشن بدك تخلق ربعين من الدائرة. فبالساين نعتمد الارباع ايش؟ الاول والرابع اللي بغطوا الزوايا. طلع خذ اي زاوية هون، اي ارسم اي زاوية بدك اياها. هاي الزاوية، هاي الزاوية بين 0 و90 صح؟ هاي بين 0 و90. خذ اي زاوية هون، هاي الزاوية بين مين ومين؟ بين 0 وسالب باي 2. بين 0 وسالب باي 2 يعني الواي اكسس اللي هون بغطي الزوايا هذول كلياتهم، والواي اكسس اللي هون بغطي الزوايا هذول كلياتهم. وبالتالي بحط صح هون وبحط صح هون. يعني بالامتحان اذا جبت لك احذف في عندي زاوية الجيب لإلها اشي معين، ممنوع تعطيني زاوية بالربع الجيب الساين انفرس لها اشي معين، ممنوع تعطيني زاوية هون وهون. خلص للساين كل اجوبة ساين انفرس ساكنة في الربع الاول والرابع. هلا شو رايكم بساين انفرس؟ هاي الدومين لإله، اول شي الساين اخذت الدومين هاي صح؟ والرينج لإله من سالب واحد لواحد، يعني هاي عصوى واحد وهي عصوى ايش؟ سالب واحد. هلا بالنسبة للساين انفرس هي قدامك الدومين والرينج. شو دومين ساين انفرس؟ هو نفس الرينج للساين. وشو الرينج لساين انفرس؟ هو نفس الدومين لمين؟ للساين. مش راح اكتب، خلص كل شيء مبين قدامك. هلا عملنا كل شيء له علاقه بايش؟ بالساين. شو رايكم؟ شفهي ساين انفرس لزاويه زائد ساين انفرس لسالب هاي الزاويه، شو بيطلع الجواب؟ صفر. ملاحظه اكتب عندك. طيب هلا بدنا نعمل كمان نقسم اللوحه ايش؟ بالتساوي.
سو شيء زي هيك. لنفس بدنا نعمل هلا بعد الساين شو بيجي؟ كوساين. ناو اف اف اوف اكس بيساوي كوساين اكس. بدك تبقى معرفة هاي على فترة صح؟ then شو بتعرفوا على الكوساين؟ So this is x and this is y, yes? هلا الكوساين ضع القلم ركز معي. الكوساين صح رسمته هيك؟ صح هيك رسمته؟ مزبوط؟ وبضلك مكمل مزبوط هيك؟ فأنا أخذت جزء يكون فيه الفانكشن شو ماله؟ 1 to 1. خلينا نمشي بنفس الألوان يا جماعة. خلينا نظل نمشي بنفس الألوان. So this is رسمة ايش؟ هاي رسمة كوساين اكس. وهي الزاوية هون شو اسمها؟ باي على 2. وهي على سوا ايش؟ الباي. وهي على سوا الواحد. وهي على سوا ايش؟ الواحد. تمام؟ هلا الفانكشن اللي قدامك بالاحمر الكوساين على هاي الفترة من صفر لباي بسميه ايش؟ 1 to 1 function ولا لا؟ Very good. معناته بقدر اكمل هلا بالابيض هون، شو اكتب هلا؟ اخذت الكوساين عرفت على انهي فترة؟ من صفر لباي، then كمل. then معناته f inverse للx اللي هو عبارة عن كوساين inverse للx اللي له كمان اسم، شو اسمه؟ arc كوساين للإكس. فكرك وين راح يكون معرف؟ خلينا نشوف إذا هاي بنشوف طلع صح. راح لازم يكون الدومين، أي صح الدومين للكوساين هو نفس الرينج للساين انفرس. وشو الرينج للكوساين؟ هو نفس الدومين لمين؟ إذا هاي سهلة، هاي سالب واحد واحد صح؟ لأنه الرينج تاع الكوساين هو نفس الدومين تاع الكوساين انفرس. Very good. هلا تعال نشوف مع بعض كيف تعمل ايش. So هاي رسمة ايش هاي؟ y بيساوي x. بدك تعمل flip flexion حوالين y بيساوي x. ف شوف لي شو بيطلع معك. So this is x and this is y. و هاي بتطلع معك كوساين انفرس للاكس والدومين واحد، وهاي ايش؟ سالب واحد. وهاي على سوا ايش؟ باي. وهاي على سوا صفر. وهاي اللي هون شو اسمها؟ باي على 2. هلا مش مصدق طلع كيف. اي بدك تعمل ضع القلم، ضع القلم. بدك تعمل اول ايش فليب مثلا للجزء هاي صح؟ زي ما في هون بدك تعمل هون حوالين y axis. هلا اللي هون زي ما في هون بدك تعمل زيها هون صح؟ مزبوط. هاي تعكس لك هاي، ركز معي. هاي عكسنا هاي صح؟ وهاي اللي من هون لهون عكسناها هون، فصار عندك الرسمه هاي. هيها تقريبا شيء زي هيك. لا سوري، هاي بتيجي هيك. هاي سوري بالضبط. هاي الجزء هاي اللي هون هاي نفس ما هو هون. هلا اللي من تحت من هون هاي الجزء اللي هون بدك تسوي واحد زي هون صح؟ هاي نفس هاي. هاي بدك تعمل ريفليكشن حوالين y بيساوي x. كمان مرة راح امسحها من هون. So this is صح. هاي رسمة الكوساين وهي عندك y بيساوي x صح؟ ضع القلم. تعال نعمل بدك تطلع الانفرس من خلال الرسم. من خلال الرسم تعال نعكس هذا الجزء اللي هون، تعكس هذا الجزء وبيطلع معك هذا الشكل صح؟ تقريبا شيء زي هيك صح؟ هي عكسنا هاي. تماثل حوالين y بيساوي x مزبوط. هلا تعال نعكس الجزء الصغير اللي هون. الجزء الصغير هيو هي عكسناه صح؟ تخيل ما فيش شيء صح؟ هيك بتعكسها هاي. واخر شيء الجزء اللي هون بتعكسه هون. ها هاي تخيل كانه هلا ايش؟ ما فيش ولا حاجه. تخيل طلبت منك تعكس لي هاي. هلا كيف بتعكس هاي؟ مش بتعكسها هيك. كيف بتعكس اللي تحت؟ مش بتعكس هاي نفسها حوالين y بيساوي x. So that's basically this. هاي الجراف.
Now, مين بقول لي شو cosine examples بس؟ شو cosine مثلا؟ cosine inverse للنص. شو الزاوية اللي جابها؟ جتها نص. الزاوية اللي جتها نص هي النص هون. كديش الزاوية جتها نص؟ 60 صح؟ 60 يعني كدي؟ باعة ثلاث. So this is باعة ثلاث. طب مين بقول لي شو cosine inverse للسالب نص؟ غلط. نفس الشيء غلط. بس طلعوا علي الرسم قدامك والحل قدامك بس جاوب صح. So, هاي سالب نص. كوساين انفرس هي زاوية اكبر من باي على اثنين واقل من كدي اقل من باي. احذف شو هذا الرقم اللي هون؟ شو الزاوية اللي جتها سالب نص؟ 120. تروح على 180 بتكون 60. شو بضل؟ 120. 120 يعني دلالة باي كدي 2 باي كدي. So this is 2 باي 3. مين عنده ملاحظة حلوة هون؟ كوساين انفرس لأي زاوية زائد كوساين انفرس لسالب الزاوية. احسب شو الجواب؟ باي 3 و 2 باي 3 3 باي 3 بروح 3 مع 3 بضل باي. واضح؟ كوساين انفرس لأي شيء زائد كوساين انفرس لسالب هذا الشيء. شو الجواب؟ باي. طيب مين بقول لي اذا بدك ترسم دائره الوحده احذر شو الارباع اللي بتغطيها كوساين انفرس؟ الكوساين انفرس بتغطي لك كل الزوايا من وين لوين؟ من صفر لباي على اثنين يعني نو ربع. وكمان بضل مكمل فبضل مكمل فنو ربع في الثانية وبشطب ايش؟ بشطب الثالث والرابع. اذا نتفق مع بعض هلا كوساين انفرس بتعرف على الزوايا جوابه ايش؟ زوايا في الربع الثاني والاول. على فكرة في كل الرسمات اللي راح ارسمهم راح نضل للربع الاول. All are positive في الاول. وفي كل الرسمات اللي راح ارسمهم على اللوح راح نشطب الربع ايش؟ ثالث. بصفي بدي اخذ الربع ايش؟ الثاني ولا الربع الرابع. طيب نشوف هلا شو بيجي بعد الكوساين. خلينا نشوف الثاني. شو رايكم ساين انفرس سيمتريك اباوت وات؟ هل هاي فيها سيمتري اباوت اكس؟ هل في سيمتري حوالين الاكس اكسس؟ فيش. لو في سيمتري كان في شيء هون. هل في سيمتري حوالين الواي؟ نو. بس في سيمتري حوالين شو؟ الاوريجن. عشان هيك اجمع ساين انفرس الزاويه وساين انفرس سالب الزاويه. شو بيطلع الجواب؟ زيرو. هاي بنطبق عليها الشرط. هاي اجمعها شو بيطلع؟ باي. طيب رقم ثلاث. هلا تان اكس بدك تعطيني دومين هلا صح؟ شو بنعرف بالتان؟ لنرسم رسم كويس للتان هلا. So this is x, this is y. التان اللي هو عبارة عن ساين على كوساين. ففي عندنا مشاكل وين هلا؟ and باي على 2 سالب باي على 2. إذا سمحت صوتك عمي إذا سمحت الصوت ما بصير تحكي بالآخر آخر صفين بعدين مش بصير على الأسامي اللي مش هون out. So شوف لي رسمة التان. كلكم بتعرفوا رسمة التان ايش؟ هاي رسمة التان شو؟ تان اكس على الفترة سالب باي على 2 وباي على 2 بيكون 1 تو 1 ولا لا؟ So 1 تو 1 function. ما دام 1 تو 1 في له انفرس. اذا مين بيقول لي كيف اكمل العبارة اللي هون؟ خذ اف اوف اكس تان اكس معرف من وين لوين؟ من سالب باي على 2 لباي على 2. بس كيف يا جماعة؟ open صح؟ then هناك مش open كله closed. هلا then شو بيكون عندك؟ f inverse لل x اللي هو عبارة عن tan inverse لل x اللي هو arc tan لل x راح يكون معرف على وين؟ خلينا نشوف مع بعض. طلع بدك هلا شو تسوي؟ بدك
بدك تروح تعمل طلع الانفرس، ضع القلم، ضع القلم، بدك تطلع الانفرس. هلا هاي القطعة اللي هون بدك تعملها فليب حوالين انفليكشن حوالين ايش؟ حوالين واي تساوي اكس، وتطلع شيء زي هيك، صح ولا لا؟ هلا اللي بالاصفر شو اسمها هاي؟ هاي تان انفرس. خلينا نرسمها هون لحالها، ارسم معي. So this is x, y. Run tan inverse. So this is رسمة tan inverse للx. فمين بقول لي شو أول ملاحظة سريعة لتان انفرس؟ أول إيش، لحظة شوي، مين بقول لي شو الدومين؟ الدومين معرف على شو هلا هون؟ تان انفرس، حط ما بدك أرقام صح؟ سو تان انفرس معرف على إيش؟ on R، يعني من ناقص انفينيتي لوين؟ لانفينيتي. في كمان ملاحظة لو أجيك سؤال زي هيك، احذر شو الليميت لتان انفرس of X لما X بتروح لانفينيتي؟ شو الجواب؟ طلع لما اكس بتروح لانفينيتي الرسمه شو بتكرر؟ عباية 2. طب احذر شو الليمت لتان انفرس للاكس لما اكس بتكرر على شو؟ ماينس انفينيتي. شو الجواب؟ ماينس باي 2. طيب احذر شو تان انفرس للواحد؟ احذر شو الزاويه اللي ظلها واحد؟ 45 باي على 4، يعني واحد حكى لك هي الرقم واحد صح؟ هاي الرقم واحد، شو تاني انفرس للواحد؟ باي على 4، so this is باي على 4. مين بقول لي مين شو هو تان انفرس للسالب واحد؟ الله يعطيك العافية، شو محاولة جيدة. أيوة، شو حكى الشاب؟ غلط. مين بقول لي شو تان انفرس للسالب واحد؟ سالب على 4، ممتاز. مين ليش؟ طب ليه؟ ليش طيب؟ الربع ايش؟ ولك هي سيمتريك حوالين شو هي؟ حوالين ايش؟ الاوريجن، معناته تان انفرس للزاوية زائد تان انفرس لسالب الزاوية، أو غلط تحكي زاوية، لازم هيك تحكي، تان انفرس للرقم زائد تان انفرس لسالب هذا الرقم يساوي كدير؟ زيرو. تان انفرس للسالب واحد يساوي سالب باي على 4. اذا هاي بنطبق عليها نفس الشرط اللي هون، لانه هاي سيمتريك حوالين اوريجين، وهاي سيمتريك حوالين ايش؟ الاوريجين. طيب مين بقول لي شو الاربعه اللي بنشطبهم هون؟ اكيد الربع الاول داخل، وايش كمان؟ والرابع، شو بنشطب؟ عشان هيك ال 225 غلط. اوكي، سو في عندنا هون سيمتريك حوالين ايش؟ اباوت اوريجين. طلع بدك تكتب بس اوريجين لحالك بتفهم، يعني في عندي ايش؟ سيمتريك اس دوت، سيمتريك حوالين الاوريجين هون، اس دوت حوالين ايش؟ الاوريجين. طيب بدنا هلا كمان ثلاث رسمات، مشكله اذا اللوح بيطلعش. اوكي سو انشح. انا اللوح تخيل منظره لما يكون طابق ثاني وكمان طابق زيه هيك، للاسف ويك. طيب ركز معي اذا سمحت الصوت، بس اذا سمحت بحكي لك، اذا سمحت الصوت. هلا اخذنا التان، شو بدي اخذ هلا؟ كوتان. كوتان اكتب معي رقم 4،
if y بيساوي cotan x ما اعرف وين الكوتان هلا ركز معي so هاي x هاي y بدنا واحد بدنا كوتان قطعة 1 to 1 function so الكوتان شو تعريفه يا جماعة واحد على ايش الكوتان واحد على ايش واحد على ايش الكوتان على ساين اذا المقام تاعه ساين صح عشان هيك عند الباي في مشاكل مزبوط ولا لا تمام والبسط اللي هو الكوساين بيصفر very good so this is one to one function هاي اخذنا قطعة هلا شو مطلوب انك تعمل بدي تطلع لي ايش هلا بنطلع الانفرس لها فاذا بتطلع الانفرس لها ما فيش هاي ماسح انا هون راح يطلع شيء زي هيك الانفرس هاي القطعة طلع اي هاي القطعة اللي فوق بعكسها بهاي صح تمام اي هاي بعكسها بهاي واللي هون بعكسها باللي هون هاي اللي هون بعكسها باللي هون واللي هون بعكسها بهون بضلك رايح لهون so this is x this is y وتان انفرس راح يكون عندك هون باي this is باي اثنين وتان انفرس راح يطلع معك شيء زي هيك So this is رسمة cotan inverse للx. مين بقول لي نفس القصة؟ مين بقول لي شو الفرق هون؟ مين بقول لي شو الليمت لcotan inverse للx لما x بتروح لانفينيتي؟ طلع هون هناك. هاي الرسمة لما x بتروح لانفينيتي cotan inverse شو ماله؟ بروح للزيرو. شو كمان حاجة؟ لما x بتروح لسالب انفينيتي. لسالب انفينيتي بروح لوين؟ للباي very good طيب مين بقول لي مين بقدر نكمل الجمله هاي خلينا نكمل اخذت الكوتان من وين لوين انا من صفر مش داخل لباي مش داخل so this is من صفر لباي then شو النتيجه then f inverse للx اللي هو عباره عن كوتان inverse للx وين راح يكون معرف على R صح ولا لا؟ مين بقول لي شو الدومين لكوتان انفرس؟ الدومين لكوتان انفرس شو ماله؟ كل R إذا الدومين لتان انفرس والدومين لكوتان انفرس R. الرينج لكوتان انفرس open interval من صفر لوين؟ هيهم عكس بعض هيهم عكس بعض. الدومين هو الرينج للانفرس. والرينج ذا اف وايش الدومين اف انفرس طيب مين بقول لي شو الارباع اللي اعتمدناهم هون اخذنا الربع الاول من صفر لباي على اثنين وظلينا مكملين لانه ربع وشطبنا ايش وده وبنفس الطريقه هلا بدنا نعطي اخر بعدين نبلش باكزامبل صح نعطي اخر 2 شوف لي خمسة cot f of x بيساوي secant x معرف على أني فترة هلا السيكنت شو بتعرف عن السيكنت طلع كيف تتذكرهم صح يا عزيزي إذا سمحت أنا حكيت الصوت الصوت حكيت أحترم زملائك إذا فاهم طلع الكوسيكنت السيكنت مقلوب ايش يا جماعة مقلوب الكوساين صح والكوساين هاي الكوساين مقلوب الكوساين وين بيصفر ترى كيف بتفكر هيك سيكنت مقلوب ايش كوساين الكوساين وين بيصفر عند الباي اثنين معناته مين بقول لي قديش كوساين قديش السيكنت للصفر سيكنت للصفر بعدين لما بيقرب على الباي على اثنين مش شمال وين بروح وبعدين وين بوقف
Asawa is Ubay. Ada one-to-one ulit la. So this is one-to-one function. Bedaan one-to-one. Sederha amal lo hala. Sederha tala lal inverse. Min bukuli kif na'amal inflection lal kata li fok. Tala abda sumak iyaha umar ha. So this is x, this is y. Menakis li fok, dal kalam. تخيل في هنا مرأة كيف تبين هاي من المرأة هون هاي اشي زي هيك صح اشي زي هيك صح مظبوط ولا مش مظبوط so this is one واشي زي هيك عصاوة ايش هاي طب مين بكل هاي بتبين كيف اوكي هيك قصدك ايوه هيك صح هاي نفسها تعال هون واعمل هيك صح مزبوط so this is شو هي اسمها secant inverse لمين للاكس مين بكل لي شو الاربعة اللي اعتمدناهم اعتمدنا الربع ايش من صفر لباي اثنين وبعدين ظلينا مكملين لوين للباي وشطبنا ايش طب في ملاحظة مهمة جدا مين بقول لي شو الليمت للسيكنت انفرس للاكس لما اكس بتروح لانفينيتي باي لما اكس تروح لانفينيتي لوين الرسمة بتروح لباي على 2 فكرك بتفرق اذا حطيت انفينيتي بلس ولا ماينس تفرقش لما اكس بتروح لسالب انفينيتي برضه الرسمة بتقرب على مين باي على 2 طب مين بقول لي شو كيف اكمل هلا اخذت السيكنت معرف على اني فتره السيكنت من وين لوين من صفر داخل لوين لباي على 2 مش داخل اتحاد من وين لوين من باي على 2 مش داخل لوين لباي داخل صح كيف بطلع معك اف انفرس ذن كمل هون ذن اف انفرس للاكس اللي هي عبارة عن secant inverse للإكس اللي هو عبارة عن الارك secant للإكس مين بكل راح يكون معرف وين اي لو شو الدومين للدومين للسيكنت انفرس هاي رسمك قدامك من ناقص انفينيتي لوين لعند الواحد داخل اتحاد من لعند السالب واحد سوري اتحاد من الواحد لوين لانفينيتي كيف مش سامع باي هيها وينها باي بالدومين باي داخل شكرا باي داخل very good ممتازة هلا طلعوا علي اي كيف بيجي مرات اسئله بالامتحان بيجي بحكي لك احذر قديش اوكي احذر شو السيكنت انفرس للنص هل النص موجود في الدومين تاع سيكنت انفرس سو وي سيد بس نوت اكزيست We say it does not exist. Undefined. مش موجود. مش معرف. لأنه secant inverse بتعرفش ولا على أي رقم هون. تمام؟ بس كديش مثلا secant inverse للزيرو؟ secant inverse للواحد كديه؟ صفر. هاي الواحد. كديش secant inverse؟ كديش صورة الواحد؟ صورة صفر. هاي زيرو. يعني بحكي لك لما أحكي لك شو يعني secant إيه؟ لما احكي لك شو يعني secant inverse للواحد اي trigonometric محطوط عليه inverse يعني بسألك عن زاوية انا احذر اني الزاوية اللي secant لها واحد فبترجع بتحكي احذر اني الزاوية اللي الواحد على كوساين لها بساوي واحد فهي الصفر لانه واحد على كوساين الصفر واحد على واحد يساوي واحد او من الرسمة على كيفك هاي الرسم قدامك بس هلا اخر كيس
هلا اخر كيس اللي هي رقم 6. خذ f of x بيساوي كوسيكنت للاكس، يكون معرف على وين؟ طلع كيف تفكر الكوسيكنت مقلوب ايش؟ الساين. الساين وين عند مشكلة؟ الساين وين في اول مشكلة عند الساين؟ عند الزيرو صح؟ صح الساين عند الصفر في مشكلة؟ صح عند الصفر في مشكلة؟ مزبوط ولا مش مزبوط؟ مين بقول لي قديش كوسيكنت ل باي اثنين؟ هي يساوي الواحد ويساوي السالب واحد، مزبوط هيك؟ so this is one to one ولا لا؟ one to one function. صح صح الكوسيكنت بضل مكمل يا جماعة هيك، متذكرين رسمها؟ متذكرين الرسمات تاعت الكوسيكنت؟ ونفس الشيء السيكنت على فكرة، وين راح السيكنت؟ السيكنت بضل الرسم مكمل هيك صح؟ مزبوط؟ So this is one to one، شو بدي راح اطلع له هلا؟ الانفرس. طلع ما احلى الانفرس لكوتان للكوسيكنت. طلع؟ بدنا نعمل الفليب هلا، هي. So هي واي. Now ضع القلم، اي اعمل لي انفليكشن لهي القطعة الحمراء حوالين y تساوي x. هاي اللي النقطة هاي بتيجي هون صح ولا لا؟ وهاي القطعة هيها صح ولا لا؟ هلا الكبيرة هاي بضل مكملة هيك، مزبوط ولا لا؟ ونفس القصة هاي، هاي القطعة هاي عكسها بتيجي هون صح؟ وهاي كمل ظلك عكسها بتيجي هيك. سو شو بتستنتج؟ هاي رسمة ايش؟ هاي على سوا ايش؟ So this is by 2 و this is على سوا ايش؟ minus by 2 و هاي على سوا ايش هاي؟ 1 وهاي على سوا ايش هاي؟ سالب 1 وهاي نفس الشيء هاي على سوا ايش هاي؟ سالب 1 So this is what cos secant inverse لمين؟ للاكس. ماذا تستنتج؟ كمل لي الجملة. اي الجملة كيف بدي اكملها هلا؟ كوسيكنت معرف من وين لوين؟ من سالب باي على 2 داخل للصفر مش داخل، اتحاد من الصفر لوين؟ لباي على 2 داخل، ذن كمل شو راح يطلع معك؟ اف انفرس للاكس اللي هو عبارة عن كوسيكنت انفرس اللي هو عبارة عن ارك كو سيكنت للاكس راح يكون معرف على وين يا جماعة؟ معرف على من ناقص انفينيتي، طلع هاي جاي من ناقص انفينيتي لعند السالب واحد داخل، اتحاد من الواحد داخل لوين؟ لانفينيتي. ولو واحد حكى لك احذر قديش الليمت لكوسيكنت انفرس للاكس لما اكس بتروح لانفينيتي شو بتحكي له؟ زيرو وماينس انفينيتي. نفس الشيء صح ولا مش صح؟ هاي الليمت لما اكس بتروح لانفينيتي بصفر ولما اكس بتروح لماينس انفينيتي برضه بصفر. طيب واحد حكى لك احذف شو كوسيكنت انفرس للنص بالسالب بس شو بتحكي له؟ ها؟ هل السالب نص داخل في الدومين تاعه؟ So this is does not exist. طيب إذا does not exist بدنا مع بعض هلا بالآخر خمس دقائق نطلع احذف شو كوسيكنت انفرس ل سالب مثلا 2 كيف الطول هاي؟ كوسيكنت انفرس ل 2 يعني الو مين بقول لي مين بعطيني جملة صحيحة؟ كيف بسأل نفسي سؤال هون؟ طلع بالانفرس يعني شو الزاوية؟ شو الزاوية اللي الكوسيكنت إلها كديه؟ يعني شو الزاوية اللي شو مقلوب الكوسيكنت؟ اللي الواحد على الساين إلها
So هاي بتفكر فيها بهاي الطريقة. هاي عبارة عن ساين انفرس من لمين؟ طلع كوسيكة انفرس للزاوية هي ساين انفرس لمقلوب هاي الزاوية. هلا السؤال، احذر شو الزاوية اللي جيبها النص باي على ستة؟ لا مش نشدك، شو بتعمل؟ تأخذ الباي على ستة وطلع لها كوسيكنت، شو بطلع الجواب؟ اثنين. إذا كوسيكنت انفرس لاثنين هي باي على ستة. بس منين أجي هذا القانون؟ تعال شوف مع بعض، نشوف مع بعض منين أجي هاي. طلع كيف؟ دائما كل شيء يفهم ما فهم. طلع كيف؟ هاي كلكم بتعرفوا مثلث قائم الزاوية صح؟ مزبوط؟ مين بقول لي إذا حطيت هون، إذا هاي الزاوية اللي هون سميتها كوساين انفرس لإكس، صح اتفقنا مع بعض أي شيء انفرس يعني زاوية؟ أنا حر بدل ما أحط هون زاوية 30 حطيت كوساين انفرس لزاوية، كوساين انفرس لإكس هي زاوية صح ولا لا؟ حطيت هون كوساين انفرس. هلا شو تعريف كوساين انفرس؟ ضع القلم. يعني شو الزاوية اللي الجتا تبعها قد ايه؟ اكس. طيب شو تعريف الجتا في مثلث قائم الزاوية؟ مجاور على الوتر. المجاور على الوتر يساوي اكس، معناته هاي اكس والوتر واحد، صح ولا مش صح؟ لانه شو الزاوية اللي جتاها؟ اكس، اللي المجاور على الوتر اكس، بس ايش احط واحد هون وهون اكس؟ ما بزبط. طب اذا هيك مين بقول لي شو هاي اللي هون؟ ممتاز. شو هاي اسمها ساين ايش؟ ساين انفرس. مين بقول لي لمين؟ لاكس. شو تعريف ساين انفرس لاكس؟ هي عبارة عن زاوية. ساين انفرس هي عبارة عن ايش؟ زاوية. المقابل على الوتر لها قد ايه؟ اكس. هاي المقابل على الوتر اكس، صح ولا مش صح؟ Very good. طيب شوف لي هذا المثلث نفسه، بتفرق إذا شلت هاي وحطيت محلها كوسيكنت انفرس واحد على إكس، وبتفرق هاي إذا شلتها وحطيت سيكنت انفرس لإكس، بتفرق ولا بتفرقش؟ تعال شوف يا عمي، ها شو تعريف سيكنت انفرس لإكس؟ هي الزاوية. زاوية. شو تعريف السيكنت في مثلث قائم الزاوية؟ هاي واحد على اكس عمي، ولا هاي واحد على اكس؟ طبعا تمام، هاي واحد على اكس. شو تعريف السيكنت في مثلث قائم الزاوية؟ طلع هو مقلوب مقلوب الكوساين. الكوساين المجاور على الوتر، شو مقلوبه؟ الوتر على المجاور، لازم الوتر على المجاور يطلع واحد على اكس. شو رايكم؟ الوتر على المجاور واحد على اكس، معناته سيكنت، اكتب معي، معناته secant inverse واحد على x هي نفسه شو؟ cosine inverse للx. شو كمان؟ cosecant inverse واحد على x هي نفسه شو؟ sine inverse للx. طيب مين عنده هلا ملاحظة مرتبة؟ شو هي؟ احكي عمي. ممتازة. so cosine inverse للx زائد sine inverse للx شو يسوي؟ باي على اثنين. هذا كتبته قبل شوي ومسحته. اسمع، اجمع الزاوية هاي مع الزاوية اللي هون، كديش لازم تطلع؟ 90، لأنه هاي كدي هاي 90. So بس هاي نفسها اجمع كمان ايش؟ secant inverse لواحد على x cosecant inverse لمين؟ شو لازم يطلع؟ باي على 2، صح ولا مش صح؟ طيب احذر، كديش cosine inverse للزاوية زائد cosine inverse لماينس هاي الزاوية؟ باي. هاي اتفقنا مع بعض كده ايه؟ باي. منين جبت هاي باي؟ طلع بدك ترسم زاوية اكس. So this is x. So this is sorry. This is افرض انه هاي كوساين انفرس لاكس. تمام؟ اذا هاي كوساين انفرس لاكس معناته هاي اكس وهي واحد. هلا انت بدك كوساين انفرس لمين؟ سالب اكس. اذا هاي اكس، وين سالب اكس؟ هاي سالب اكس صح؟ معناته لازم تكون ماشي زاوية قديش؟
هاي الزاوية اللي تسمعها عشان تطلعها هاي صح ولا لا؟ اوكي بس طلعها. So this is cosine inverse minus x. إذا بتجمع اللي بالأحمر بتجمع الأبيض وين بوصلك؟ باي. فهمة؟ السطر الأول هاي. أوه فهمت هاي مغلبتك ها؟ Very good ممتاز. تمام في حدا عندي كمان سؤال؟ في حدا مش فاهم حاجة؟ اللي غاب عن محاضرة اليوم صعب يفهم عمي. أوكي Very good يعطيكم العافية.